عالية الكرة وراسية، هدف ثاني للوحدة، هدف روعة روعة. هذه المرة من؟ هذه المصري استغلها ولعبها على يسار الحارس، كرة ثابتة استغلت بطريقة رائعة، وهذه المصري تارك مكانه بالدفاع، لعب الرأسية، وحارس المرمى فهد رحيم لا يحرك ساكنا، وسيلفي بعد الهدف. نعم يحتفلون بهذا الهدف الذي بالتأكيد يجعل فريق الوحدة يقترب أكثر فأكثر. 2-0 للوحدة، 2-0 لنادي الوحدة السوري. هادي المصري المدافع الدولي السوري، يا أسامة لعبها، وهادي المصري يرتقي ولا يرتقي معه أحد، والحارس فهد رحيم لا يحرك ساكنا، كان تقديره خاطئا تماما، اعتقد أن الكرة إلى خارج الملعب، والكرة طبعا تستقر وتتحول على يسار الحارس فهد رحيم. تنفيذ رائع للغاية، بالفعل تنفيذ رائع للغاية.